كيكون هنايا قريب، خدام هنايا قريب، كنجوز دائما من هنا. نهار الاثنين اختطفوا، شفنا داك الفيديو ولكن ما تعرف عليه حتى شي واحد، كلشي كيقلب ما تعرف عليه حتى شي واحد. ولكن مي وقعت هذه الجريمه تبين بان داك المجرمين جاوا مدينه القصر الكبير، وتبين وسمعنا قال لك واحد هرب، واحد تمكنت العناصر الشرطه من القبض عليه وجبروا عنده السيف والمقده هنايا في المحل، والعلم لله. قال لك جبروا عنده ودفنوا هنايا مع هاد الزنقه هادي، تما دفنوا. احنا تصدمنا، الوالدين ديالنا بكاو، وخوتنا بكاو، والناس كبارين بكاو. عزيزه هي توفات البارح، هزوها في سكته قلبيه، كيقولوا وقيلة توفات والعلم لله. البارح هزوها، الوالدين ديالهم في حاله لا يرتلى، الوالد ديالو بعدا وحال الوالده ديالو كانت الحاله لا يرتلى قبل ما تثق الخبر بان ولدها راه تقتل مع الساك. دابا متقتل ملي كانوا كيقلبوا عليه كانت الحاله ديالها مره مسكينه، اما دابا عاود متقتل. العلم لله الحاله ديالها كيفاش عامله، راه صعيبه دي العائل صغير باقي 11 عام وتغتصبوا، راه تكون هادشي راه مرض نفساني وقيله، ولا العلم لله. على هادشي كنشدوا السلطات الامنيه تشدد العقوبات على هاد المجرمين بحال اللي كيعملوا بحال هيدا. علاش حنا عندنا وليداتنا وعندنا خوتنا كنخافوا عليهم بزاف، ما يمكنش يتينا طلق العائل دابا وتعطيه لي كارد كور معاه. حتى حنا ولادنا كيقيلوا في الزنقه ويمشيو يتسخروا، وهادشي راه ولا كيخلع. والله العظيم ولينا كنخافوا، عمره ما وقعت شي، حنا قدامين حنا هنايا عمره وقعت شي في الحي. كان باقي الخلا والدنيا خاويه، كتنعس عند الجيران، كتنعس عند الناس برانيين كيهزوك ويديوك للدار ديالك، باقي ما كاين حتى شي واحد. ودابا مي قوا، وخص بنادم دابا عاوم يجي يعمل كونترا، يعمل كونترا ويشوف داك كريمين ما يجي في ساكن عادي يمشي يدخلو، يدخلو عندو للدار ديالو، راه كيدخلو عندو ولادو عندو الاهل ديالو. ماشي تجيب واحد براني السلام عليكم اعطيك 1000 درهم تدخلو يأديك يسرقك هاتينا، كتشوف شني واقع. مصيبة، والله إلا مصيبة، تأسفنا ما نعسناش. إلا زوافرية، هادو زوافرية رواصيين الدراري مع بعضهم، جاو ثلاثة وقال لك كانوا خدامين، عندنا الزعما خدامين، وتبين بواحد الفيديو الأخراني بأنهم يجا مع هاد الكاميرا اللي شبرات ورفينا، تبين بأنه كيجبد مفاتح، والعائل ما بغاش يدخل معاه في الأول، كاين واحد الفيديو ما بغاش يدخل مع العائل، عاد تدرجوا ودخلوا. وكيفاش عملوا وكيفاش دخلوا زعما العجابه. اي والله العجابه اخي، لا تشدو وما تشدو وقيله داوهم وجبدوا الجثه، عاد السكينه ساقت الخبر. فهمتي؟ حيت باش ما كيوقعش واحد الاكتضاد واحد بلباله، عاد داوهم خذوهم حدا واحد المخبازه هنايا وجابوا دوزوا مع هذه الزنقه هذه ودخلوا لهنا لهاد المكان هذا فين ساكن سميتو، وتما دخلوا للدار واغتصبوا. دخلوا لهاد الدار هذه واغتصبوا، وعاود ملي اغتصبوا دازت واحد المده وخاو تخرجوا داو من وراء الديور من هنا من اللور من برا، وعاود حفروا لي ودفنوه تمايا. خرجوا من هنا، يمكن الكاميرا اللي كاينه هنايا ديال واحد الكراج تكون شاده مزيان، هذيك هي اللي غتعطيكم التصحيح ديال كيفاش خرجوه وكيفاش دخلوه. في الكاميرا دوزوا وخرج بيه، مشى جابوه حتى لهنايا مع الزنقه وخرج بيه مشى حتى لهاد الجهه، ودازت واحد الفتره ديال شي 10 دقائق عاود رجعوا. الفيديو اللي شفت جابوا دوزوا مع الزنقه هذه وداه، عاود من بعد رجعوا والدري بقى واقف برا، وهو جا حل الدار وعاد عيط على الدري وعاد دخل عنده الدري، جا عنده الدري ودخلوا لداخل. لا ما شفتش هذاك اللي سميتو، وين الفيديو راه كاين كاميرا كاينه شاده، تقدر ترجعوا للكاميرا وغتشوفوا كيفاش خرج به. الكاميرا راه هي كاينه ليه في الكراج، هذاك الكراج هي اللي شاده الاتجاه ديال هنايا، هذيك شاده ملي خرج وملي دخل، عاود حتى ملي غيكون ملي خرجوا غتكون شاده الكاميرا مزيان. الكاميرا شاده هنا مزيان، شاده الكاميرا مزيان، هادشي اللي